أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، وكل عام وأنتم بخير مع الفصل الدراسي الثاني وبرنامج مدرسة على الهواء ومادة الدراسات الاجتماعية. في البداية بنهني كل الطلاب اللي نجحوا في الفصل الدراسي الأول، وطبعا كل طلابنا في مدرسة على الهواء هنا تفوقوا وجابوا درجات عالية جدا احنا شفناها على الجروب. في البداية وقبل نبدأ الحلقة بتاعتنا برحب بالدكتورة إيلاريا عاطف خبير الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذ محمود وأهلا بكل أولادنا. أعزائي الطلاب، طبعا الدكتورة إيلاريا كانت وعدتكم على الجروب إنها تكرم المتفوقين، والنهاردة جه يوم التفوق، واللي طبعا هنوفي بوعدنا معاكم وهنكرمكم وهنقول أسماء المتفوقين على الهواء. فضلي دكتورة قولي لنا كده بعض الأسماء اللي جابت درجات عالية. إحنا فعلا جالنا عدد كبير جدا من الأسماء، الطلبة اللي تقريبا معظمهم يعني جاب الدرجة النهائية أو نقص نص درجة. فإحنا النهاردة أستاذ محمود هنكرم دينا عادل وأحمد طه ومحمد حنفي وعفاف حسني، ري محمود صالح، سلمى حسام، سلمى صبحي، أمينة أو أمنية، محمد السيد، السيد الأمير، طه مصطفى، أحمد حاتم، محمد ممدوح، كريم خالد، محمد عادل، أمنية سمير عبد الفتاح، مريم بدير سيد، سلمى متولي فاروق، علياء محمد طه، يوسف محمد خليل، عبد الوهاب طه، عبد الرحمن إبراهيم، جهاد سالم رمضان، محمد حسين، عبد المجيد، أحمد صلاح جمال، إسلام محمد السيد، ندى كمال السعداوي، كوثر عبد الغني، مريم عادل محمدين، معتز أحمد محمد، رحمة أسامة، محمد عبدو إبراهيم، ودي من الناس النشيطة جدا على الجروب، تقى الله إبراهيم زكريا، أحمد محمد عبد الفضيل، أسامة ربيع، أحمد ياسين. كمان عايزين نكرم البطل الرياضي جاسر طارق شفعي، ده كان بطل ومازال بطل الجمهورية للانزلاق الفني والأول على الجمهورية 6 سنوات متتالية، وبنديله تحية كبيرة جدا من برنامج مدرسة على الهواء لأنه من الطلبة المتفوقين رياضيا وعلميا. كمان عندنا محمد أشرف محمد وأميرة محمد عبده ومحمد حسام سيد ومحمد علي ونورهان محمد عبد الحميد، عندنا بسنت نعيم جابر وإياد عماد حسن، آية محمد محمود وآية عبد الناصر ومروة كمال وجمال كمال وعبد الله عمرو سيد وعصام السعيد علام، نادين محمد محفوظ، آلاء عبد الله أحمد، زينب محمد، إسلام علي عبد الله، دعاء هواري، وكمان هند خالد لطفي، وسام فيكتور، وعندنا كمان منى عصام ومروة سامي أحمد، وعندنا بسمة يوسف محمد وفاطمة أحمد عبد الله. كل الطلاب دول بقول لهم طبعا ألف 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 مبروك على التفوق، وإن شاء الله التفوق ده يستمر في الترم الثاني، وعايزين برضو أسماء جديدة من الطلبة اللي بيشوفونا النهاردة ويتفوقوا معانا، وهنكرمهم إن شاء الله في نهاية العام الدراسي. عندنا أسماء تانية يا دكتورة؟ لا، مبدئيا كده دي الأسماء اللي يعني اللي احنا حاولنا ان احنا نجمعها قبل بداية الحلقة بساعة، ولو مفيش حد اتندها اسمه أو اتقال اسمه يبعت لنا النهاردة وإن شاء الله الحلقة الجاية هنقوم بتكريمه بإذن الله. طبعا أعزائي الطلاب، الترم ده إن شاء الله، طبعا الترم اللي فات درسنا طبعا في الجغرافيا أجزاء، وهنكمل طبعا الترم ده إن شاء الله، بس هناخد فاصل صغير ونرجع لكم بسرعة. أهلا بكم أعزائي الطلاب مرة تانية بعد هذا الفاصل القصير. طبعا كنا هنتكلم قبل الفاصل عن منهج الترم الثاني. منهج الترم الثاني سهل جدا وبسيط. احنا طبعا في الترم الاولاني في الجغرافيا درسنا الجغرافيا الطبيعيه للعالم، شفنا التضاريس، شفنا المناخ، شفنا الاقاليم المناخيه، وبعد كده درسنا الجغرافيا البشريه للعالم، شفنا السؤالات البشريه. الترم ده ان شاء الله في الجغرافيا هنكمل وهناخد الجغرافيا الاقتصاديه للعالم، هنشوف النشاط الزراعي وموارده في العالم، هنشوف بعد كده النشاط التعديني والصناعه، هنشوف بعد كده نماذج بعض دول العالم المتقدمة والنامية. منهج التاريخ يا دكتورة، يا ريت حضرتك تلخص المنهج بسرعة للطلاب. احنا كنا وقفنا في الترم الأولاني عند حادثة كبيرة اسمها حادثة 4 فبراير عام 1942، اللي على أثرها بدأت نشوف ايه اللي حصل في منطقة قناة السويس واندلاع ثورة 23 ثورة 23 يوليو عام 1952.
بعد كده هنشوف احوال مصر في الفتره دي، احوال مصر كانت شكلها ايه قبل ثوره 1952 وبعد الثوره، وليه احنا قمنا بالثوره. هنشوف اهداف واسباب الثوره، وهنشوف انجازات ثوره 23 يوليو عام 1952. وبعد كده هننتقل لحلقه صراع عربي اسرائيلي، هتبدا من حرب فلسطين وتنتهي بحرب اكتوبر عام 1973 اللي ما زالت مستمره لحد دلوقتي انجازاتها العظيمه اللي احنا بنعيش على اثرها، وهي استرداد سيناء. وبعد كده هننتقل بالولاد لوحدة جديدة خالص، هنشوف فيها منظمات مجتمع مدني، منظمات دولية وإقليمية، هنشوف دور المرأة المصرية العظيمة اللي بدأت منذ فجر التاريخ في العالم العربي والعالم المصري في الوقت ده، وهنشوف تقلدت هذه المرأة مناصب كبيرة جدا زي ما وصلت لوزيرة ونائبة في البرلمان وقاضية، هنشوف النماذج دي عشان نتشرف بالمرأة المصرية، وفي الآخر هنختم مع أولادنا بامتحانات آخر السنة بإذن الله. النهاردة أعزائي الطلاب هناخد النشاط الزراعي وموارده في العالم، موضوعنا النهاردة يمكن يظهر قدامكم على الشاشة، النشاط الزراعي وموارده في العالم هو ده موضوع درس النهاردة. طبعا الدرس ده جميل جدا وسلس، ومعلوماته بالنسبة لنا معلومات عامة كلنا عارفينها ودرسناها على مدى الصفوف الماضية. بالنسبة للنشاط الإنساني بصفة عامة أو النشاط الاقتصادي، هنلاحظ أعزائي الطلاب أن الإنسان في الماضي مارس أنشطة اقتصادية بسيطة أو بدائية زي الرعي والصيد وتربية الحيوان، وده بسبب قلة عدد الإنسان بصفة عامة، وبسبب عدم توافر الإمكانيات العلمية آنذاك، وبسبب قسوة البيئة اللي كان بيعيش فيها الإنسان. مع طبعا مرور الزمان بدأ الإنسان عدده يزيد، وبدأ نشاطه الاقتصادي يتطور حتى وصل إلى النشاط الصناعي الموجود في دول العالم المتقدم حاليا. أول نقطة يا دكتورة عاوزين نتناولها، المناطق الرئيسية أو الأساسية للزراعة في العالم. خلينا نرجع بولادنا ونشوف الزراعة أصلا انتشرت إمتى. الإنسان عرف الزراعة أستاذ محمود منذ 5000 سنة. تخيل الإنسان بيزرع منذ 5000 سنة لما ظهرت الزراعة في حوض البحر المتوسط في دولتي مصر والسودان عند حوض نهر النيل. بعد كده ابتدأت تنتقل لغرب أوروبا، ومن غرب أوروبا للعالم القديم كله اللي هي إفريقيا وأسيا وكمان أوروبا. بدأ الإنسان يمارس النشاط الزراعي مع استقراره، وبدأ الإنسان يتمرس في الزراعة وبدأ يدور عليها علشان هو محتاج حاجات. إيه احتياجاته في الزراعة؟ أول حاجة حاجته للغذاء، يعني الإنسان محتاج يتغذى عشان كده زرع. الحاجة دايما بنقول عليها أم الاختراع. الزراعة علمت الإنسان الاستقرار، وبدأ الإنسان يزرع الأرض لأنه في حاجة إلى الغذاء، بجانب طبعا صيد الأسماك وتربية الحيوانات. كمان الإنسان زرع، أو الزراعة مهمة بالنسبة للإنسان لأنها بتوفر له المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة. يعني على سبيل المثال الإنسان بيزرع القطن عشان يصنع منه الغزل والنسيج، الإنسان بيزرع قصب السكر عشان يديله سكر، المطاط علشان يديله إطارات السيارات. فهنا أنا بدي مواد خام للصناعة. كمان النشاط الزراعي مرتبط بحاجة مهمة جدا اسمها تربية الحيوانات. أنا علشان أربي حيوانات لازم تكون معظم الدول اللي هي بنقول عليها الدول النامية بتربي الحيوانات بتاعتها داخل بيئة زراعية، فعلشان كده الزراعة مهمة جدا بالنسبة لينا. نرجع ونلخص الزراعة وأهميتها، هي مصدر للغذاء مرتبطة بتربية الحيوان، كمان مصدر مهم من مصادر المواد الخام. لو جينا بصينا على خريطة مثلا أو شفنا الزراعة في العالم شكلها إيه، أكيد يا أستاذ محمود مش هنلاقي الزراعة مثلا في مصر شبه الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الزراعة مثلا في أستراليا مش شبه الزراعة في السودان أو المناطق الهامشية على هوامش الغابات الاستوائية، أكيد هنلاقيها مختلفة. فعلشان كده لقينا إن الزراعة متنوعة ومختلفة. في المناطق مثلا اللي فيها غابات استوائية وهوامش سافانا هنلاقي فيها مثلا زراعة بدائية، وهنشوف بالتفصيل يعني ايه زراعة بدائية. يعني هنتكلم عن انواع الزراعة دلوقتي بالظبط. يمكن في شكل قدامنا يا دكتورة بيوضح انواع الزراعة. زي ما احنا شايفين كده، وحضرتك بصراحة يعني تسلم ايديك في التصميم الجميل. زي ما حضرتك شايف كده في زراعة بدائية بسيطة وهنتعرف عليها لانها جاية من اسمها، وفي زراعة راقية. الزراعة المتقدمة الراقية دي فيها زراعة كثيفة وفيها زراعة تجارية علمية. فهنشوف ان الزراعة دلوقتي متنقسم، يعني اللي احنا شايفينها دي زراعة بسيطة، شايف يا أستاذ محمود؟ أدوات بدائية بسيطة طبعا جدا. الإنسان بيمارس بإيديه، يعني إن إحنا مش هنلاقي ده في الزراعة المتقدمة اللي هي التجارية العلمية. تمام. هنلاقي إن الآلة بتحل محل الإنسان. فزي ما حضرتك شايف كده في الزراعة البدائية بيستخدم الإنسان أدوات بدائية بسيطة، وكمان شايف الناس اللي كانوا موجودين في المشهد اللي إحنا شفناه مع الولاد، عدد قليل جدا من السكان بيمارس هذا النوع من أنواع الزراعة. طيب هنكمل يا دكتورة بعد الفاصل إن شاء الله الزراعة البسيطة.
أهلا بكم أعزائي الطلاب بعد هذا الفاصل، وكنا بنتكلم عن الزراعة البسيطة، وعرفنا أن الزراعة البسيطة توجد في المناطق الحارة على هوامش الغابة الاستوائية وبعض مناطق السافانا. يمكن الزراعة البدائية أو البسيطة يا دكتورة لها مجموعة من الخصائص بتميزها عن الزراعة المتقدمة. هي بنجيبها من اسمها يا استاذ محمود، بيقول زراعه بدائيه بسيطه، يبقى بنستخدم فيها ادوات بدائيه بسيطه، يعني مش ممكن الاقي فيها الات. كمان الزراعه دي بيمارسها عدد قليل جدا من السكان في مناطق منعزله وفقيره، هلاقيهم بيزرعوا حاجات بسيطه جدا علشان يكفوا بيها احتياجاتهم. يعني مش ممكن نلاقي مثلا ان النوع ده من الزراعه بيتم تصدير الانتاج بتاعه للخارج، يعني الانتاج ده بيكفي حاجه السكان. هنلاقي مثلا بيزرعوا حاجه اسمها اليام والكثافه، واليام ده عباره عن محصول زي ما احنا شايفين كده، محصول بيتم زراعته في المناطق دي علشان يستخدموه الناس دي كنوع من انواع الغذاء، يعني بيصنعوا منه الخبز. والكثافه محصول درني كده بيتطحن ويتعمل منه مأكولات في هذه البيئه. كمان بيزرعوا الذره والموز، يعني كلها حاجات بدائيه جدا بسيطه لا تستغل في التجاره الدوليه، يعني الزراعه دي مش ممكن الاقي منها في التجاره العالميه. تمام، ده بالنسبة للزراعة الكثيفة البسيطة. وعندنا دكتورة خريطة بتوضح أماكن تواجد هذه الزراعة. الزراعة البسيطة زي ما احنا شايفين في الخريطة قدامنا، يمكن الأسهم بتشير إلى المناطق الحارة على هوامش الغابة الاستوائية وبعض مناطق السافانا يوجد هذا النوع من الزراعة. الأسهم بتشير إلى بعض الأماكن التي تتواجد فيها هذا النوع من الزراعة البدائية أو البسيطة. هم الولاد ممكن يستنتجوها يا أستاذ محمود، يعني هو مجرد ما شاف هوامش غابات استوائية أو حشائش سافانا هيلاقي عليها زراعة بسيطة. بدائية بسيطة. ننتقل للصورة الثانية دكتورة اللي بتوضح نوع ثاني من الزراعة، وهي الزراعة الكثيفة. دي بتاعتنا احنا بقى، دي اللي عندنا في مصر. عاوزين نتكلم يا دكتور عن أماكن تواجدها أو ومعنى كلمة الزراعة الكثيفة. هي برضو جاي من اسمها، زراعة الأرض بشكل مكثف أكتر من مرة من في العام بأكتر من محصول. لأنها يا أستاذ محمود بتعتمد على الري، غير خالص الزراعة البدائية بتعتمد على الأمطار، وزراعة برضو التجارية العلمية أمطار. لكن الزراعة الوحيدة اللي بتستخدم فيها الري هي الزراعة الكثيفة. عشان كده أنا ممكن أروي الأرض أكتر من مرة في السنة، وبالتالي أكتر من محصول ممكن أزرعه فيها. تمام. الزراعة دي هنلاقيها في مناطق فيها أنهار زي نهر النيل في مصر والسودان، زي دجلة والفرات في العراق، المناطق اللي فيها أنهار، لأن دي المناطق اللي فيها هذا النوع من أنواع الزراعة. طبعاً خصائصها بقى يا دكتورة زي ما احنا شفنا في الصورة، ممكن استخدم عدد كبير جدا من السكان. يعني الصورة اللي فاتت بتوضح انا محتاج عدد كبير جدا من السكان لتعدد العمليات الزراعية. محتاج زي ما انا شايفة كده بالظبط، زي ما حضرتك جايب لنا الصورة، ناس بتنقي الحشائش، ناس بتبذر البذور، ناس بتروي الارض، ناس بتجمع المحصول. علشان كده بنقول ان النوع ده من الزراعة يا استاذ محمود بيتطلب ايدي عاملة كثيرة. مستحيل استخدم فيه الات، او مش عايزة اقول مستحيل، صعوبة استخدام الالات. ليه بقى؟ مساحة الحقول ضيقة يا أستاذ محمود، يعني الحقل دايما بمحاذاة النهر. طب والحقل متقطع، يعني في ملكية زراعية صغيرة. مقطعة ملكية زراعية. يعني ممكن دكتورة في النقطة دي عشان بعض الطلبة يعني ايه مش فاهمين ضيق الحقول الزراعية، ضيق الملكية بمعنى ان الفلاح لو استخدم الالات الحديثه دي هتبقى تكلفه الزراعه اكتر من مردودها، من مردود الزراعه بالظبط. يعني مثلا تلاقي مثلا مجموعه من الناس ماسكين مثلا حوالي 100 فدان. ال 100 فدان دول متجزئين، واحد مثلا عنده 10، واحد عنده 5، واحد عنده 3. فمستحيل اللي عنده 3 ده هيقدر يجيب اله تتكلف مئات الالاف من الجنيهات علشان يزرع حته الارض الثلاثه دي. تمام، ما ينفعش. يبقى ضيق الحقول ممكن نقول عليها ضيق الملكيه. بالظبط، ضيق مساحه الحقول ادى الى صعوبه استخدام الالات الحديثه في هذا النوع من انواع الزراعه. معنا صوره ثانيه يا دكتوره بتوضح الزراعه الكثيفه. تمام، دي برضو صوره بتوضح لنا الزراعه الكثيفه. بتجمع الحشائش اهو وبتجمع المحصول، وزي ما احنا شايفين كده بتستخدم ميه الري، يعني اللي جنبيها دي مجاري مائيه اللي هي زي قنوات كده للنهر اللي جاي من الانهار. بالظبط، دي خريطه بتوضح لنا اماكن الزراعه الكثيفه. ويمكن زي ما شايفين اعزائي الطلاب الاماكن التي توجد فيها هذه الزراعه أماكن كثيفة السكان. شايفين يمكن من ضمن هذه الأماكن الهند، شايفين شرق الصين، شايفين أيضا مصر وكينيا، وشايفين طبعا أجزاء من أمريكا الجنوبية. كل هذه الأماكن كثيفة السكان. أنا عايزة قبل ما نروح لخريطة بعديها يا أستاذ محمود بعد إذن حضرتك، نربط الأماكن دي بأماكن مجاري الأنهار. يعني كلها فيها أنهار. تمام. يعني نهر الجانج في الهند، نهر اليانجتسي، نهر النيل في مصر والسودان، نهر الأوريانكو، نهر ساو باولو. يعني المناطق دي كلها نهر، مجموعة اللابلاطة تحت في سهول البامباس في أمريكا الجنوبية، ميري ودارلينج في أستراليا،
كل المناطق اللي فيها زراعة كثيفة هلاقي مناطق وجود أنهار. ممكن عندنا النوع الثالث من الزراعة وهو الزراعة التجارية والعلمية، ويمكن الزراعة التجارية والعلمية أعزائي الطلاب من اسمها كده هنقدر نستنتج الخصائص بتاعتها. يمكن سميناها الزراعة العلمية لأنها تستخدم أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وأحدث الآلات، وده بيوفر لنا العمالة وبيوفر التكاليف. كمان سموها التجارية لأن هدف الزراعة دي الإنتاج من أجل التصدير. لأن يمكن يا دكتورة في نقطة احنا عديناها معلش، أن الزراعة البدائية البسيطة والزراعة اللي هي الكثيفة لا يوجد فائض للتصدير فيها، إنما الزراعة التجارية والعلمية الزراعة التجارية والعلمية هدفها الأساسي الإنتاج من أجل التجارة والتصدير. بالزبط. تمام. كمان سميناها الواسعة لأنها تتم في مزارع واسعة. عايزين نشوف الزراعة التجارية والعلمية أو ما يطلق عليها الزراعة الواسعة إيه أهم محاصيلها. يمكن زي ما احنا شايفين على الشاشة دكتورة قدامنا ليها أربع محاصيل أساسية. هنلاقي مثلا الشاي محصول أساسي، المطاط، القطن، القمح، محاصيل كلها تخش في التجارة الدولية. يعني القمح، القطن، الشاي، المطاط، دي محاصيل بنقول عليها تجارية من المناطق اللي بتزرع فيها المناطق الواسعة. يعني على سبيل المثال زي ما انت شايف كده حضرتك استاذ محمود، مناطق واسعة، يعني الارض هنا مش ملكية بقى اشخاص، دي ملكية مؤسسات. عشان كده المؤسسة في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال او استراليا تقدر تجيب الات ضخمة جدا لانها هي اللي بتمتلك هذه الارض، المساحة الواسعة من الارض، فبالتالي تقدر تجيب منها انتاج تجاري ضخم. يمكن اماكن لتواجد هذه الزراعة التجارية والعلمية هنلاقي في امريكا الشمالية موجودة، استراليا، جنوب شرق آسيا، كل المناطق اللي فيها مناطق واسعة والدولة بتتحكم فيها. يعني الملكية هنا مش ملكية أفراد، ملكية زي ما قلنا مؤسسات. في أمريكا الشمالية هنلاقي طبعا مناطق زراعة القمح والقطن، وفي أوروبا هنلاقي برضو مناطق زراعة القمح، وفي جنوب شرق آسيا هنلاقي مزارع المطاط والشاي، وفي استراليا برضو هنلاقي مناطق زراعة القمح. دي كلها مناطق أساسية للزراعة التجارية أو العلمية. دي أنواع الزراعة في العالم. هننتقل إلى الموارد الزراعية في العالم. عندنا دكتورة ثلاث أنواع من المحاصيل الأساسية في العالم زي ما احنا شايفين على محاصيل غذائية تخش في غذاء الإنسان، والمحاصيل الغذائية هنلاقي فيها حبوب غذائية، هنلاقي فيها محاصيل منتجة للسكر، وفي بعد كده محاصيل نسيجية، محاصيل اللي بتخش في صناعة المنسوجات زي القطن، زي الكتان، زي الجوت. كمان في عندنا محاصيل ذات طبيعة خاصة، ومحتاجين نقول الولاد يعني ايه طبيعة خاصة. طبيعة خاصة يعني يلزمها شروط معينة لإنتاج هذا النوع من المحصول، زي ما هنشوف بقى المطاط والبن والشاي لما نيجي نشرحه بالتفصيل. طيب هناخد أول نوع وهو المحاصيل الغذائية، ويمكن زي ما حضرتك قسمت لنا دلوقتي في حبوب غذائية اللي هي الذرة والقمح والأرز، ومحاصيل إنتاج السكر، قصب السكر والبنجر. تمام، كل دي بنقول عليها محاصيل غذائية اللي بتخش في غذاء الإنسان. هناخد اول حاجه الحبوب اللي هي القمح والارز والذره. هتكلمينا دكتوره اول حاجه على محصول القمح. اهم المحاصيل في العالم يا استاذ محمود. مفيش دوله في العالم ما بتحتاجش القمح، سواء في الخبز، ولو ما احتجتوش في الخبز هتحتاجه في الحلويات او صناعه المكرونه. فهنلاقي ان المحصول ده محصول مهم جدا لانه الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. زي ما حضرتك كده شايف هو الغذاء الرئيسي. كمان القمح بيتزرع في مناطق ممكن نقول عليها مناطق تجاريه واسعه. كمان انتاجه في العالم حوالي 670 مليون طن سنويا. لان اكبر قاره فيها انتاج للقمح هي قاره اسيا. هنلاقي اكبر دولتين جوه القاره دي الصين، تليها الهند. بعد قاره اسيا ممكن نلاقيه في امريكا الشماليه، ممكن نلاقيه في امريكا الجنوبيه، ممكن نلاقيه في افريقيا. عندنا مصر اكبر دوله افريقيه بتنتج القمح، وبرغم انتاجنا الكبير الضخم ده يا استاذ محمود احنا بنستورد قمح من الخارج. وده هسيبه بقى لاستنتاج الولاد. يا ترى احنا اول دوله افريقيه في انتاج القمح سنويا، ومع ذلك بنستورد القمح علشان يكفي حاجه السكان. وهنا هنبدا بالاسئله اللي دايما بتيجي في الامتحان. في سؤال الدكتوره بيجي في الامتحان دايما وطلبه كتير جدا بتقف عنده. السؤال بيقول كيف يمكن لمصر ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟ سؤال مهم جدا وبيتكرر في الامتحانات كتير. باساليب كثيره ومتعدده. اول حاجه نرشد استهلاكنا من القمح، يعني ده اول حاجه. ما استخدمش انتاجي في كل في الخبز وبالاخر يترمي، لا ارشد استهلاكي. تاني حاجه انا عندي مساحه كبيره جدا، 96% من مساحه مصر صحاري. طب ما انا ممكن استخدم الصحاري دي في زراعه القمح، وخاصه ان بيتجود زراعه القمح في مصر نظرا للمناخ المعتدل اللي بيحتاجه هذا النوع من انواع الزراعه.
يعني انا ممكن استخدمه باكتر من اسلوب، وفي النهايه انا مش ممكن احتاج ان انا استورد القمح. ليه بقى؟ لان انا ممكن اعوض القمح ده ببديل تاني يا استاذ محمود، يعني مثلا الشعير اعوض القمح ده بالارز، واحنا برضو في مصر بتجود زراعه الارز، يعني ما استخدمش القمح كمحصول رئيسي في الغذاء عندي في مصر، استبدله بشعير بارز. في النهايه انا ممكن ارشد استهلاكي كمان. طيب كده الدكتوره اديتنا اكتر من حل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للغذاء في مصر، وذلك ممكن بتوفير او استصلاح اراضي صحراويه جديده، باستبدال الارز القمح بمحاصيل تانية ممكن نستخدمها في صناعه الخبز، وطبعا اي حلول ممكن تفكروا فيها تبقى الاجابه بتاعتكم صحيحه. عندنا المحصول الثاني وهو محصول الارز، ويمكن معانا صوره بتوضح محصول الارز في زراعته. احنا عارفين اعزائي الطلاب ان الارز هو المحصول الرئيسي للغذاء في شرق وجنوب شرق اسيا. الأرز هو محصول الغذاء الرئيسي في شرق وجنوب شرق آسيا، وبلغ إنتاج العالم منه سنة 2012 720 مليون طن. طبعا احنا عارفين أن قارة آسيا تتصدر قارات العالم في إنتاج الأرز، حيث تساهم آسيا بحوالي 90% من الإنتاج العالمي من الأرز. وهنا يا دكتورة بيجي السؤال المعتاد بتاعنا، سؤال بيقول بما تفسر رغم أن آسيا بتنتج 90% من إنتاج الأرز العالمي إلا أنها لا تشارك في التجارة الدولية للأرز؟ نرجع للترم الأول. آسيا فيها تلتين سكان العالم. عندك شرق وجنوب شرق آسيا أستاذ محمود، فيها أكبر دولتين من عدد السكان والمساحة، الصين والهند. كل ده بيستهلك الإنتاج، فمش هيتبقى فائض يصلح للتصدير، لأن هم عندهم الغذاء الرئيسي بتاعهم الرز. زي العيش عندنا أو زي القمح عندنا. بالظبط. عدد السكان الرهيب ده بيلتهم 90% كلهم، فمش هنلاقي إن لا الصين ولا الهند بتشارك في التجارة الدولية في الأرز خالص. طب دي بالنسبة يا دكتورة لقارة آسيا، أو كقارة هي الأولى في إنتاج الأرز في العالم. لو قلنا الدولة الأولى في إنتاج الأرز هتكون طبعا من آسيا، تمام، هي دولة إيه؟ الصين تليها الهند. لكن إحنا عندنا دولة يا أستاذ محمود بتنتج الرز خارج آسيا، يعني عندنا البرازيل. البرازيل أول دولة في إنتاج الرز عالميا خارج آسيا. والحتة دي توقفني يا دكتورة برضو، لأن بيحصل فيها لبس في الأسئلة. يعني بيجي لنا في امتحان آخر السنة سؤال بيقول لك ضع علامة صح أو علامة خطأ مع التصويب او مع ذكر السبب. اكبر دوله في انتاج الارز في العالم خارج اسيا الصين. نفاجئ ان بعض العيال بيكتبوا الاجابه صح علشان العين بتلقط بس الكلمات اللي هم متعودين عليها. لكن احنا سبق وقلنا يا استاذ محمود وحضرتك نبهت الولاد كتير الترم الاول ان احنا نقرا صح. هو بيقول لك ايه؟ ان الصين دي موجود، الصين دي على مستوى العالم، على مستوى العالم هي اول دوله. بس هي في قاره ايه؟ ايوه تمام، يعني نركز بقى. البرازيل دي في قاره امريكا الجنوبيه، لكن الصين دي في قاره اسيا. يبقى اول قارات العالم هي قاره اسيا. هو قال لك خارج اسيا، خارج اسيا تبقى البرازيل. وانا مغمضه عيني، تمام، يعني وانا مغمضه عيني لقيت اول دوله خارج اسيا تبقى البرازيل، تمام، لكن اول دولتين في اسيا الصين تليها الهند. يبقى كده ناخد بالنا كويس جدا، لو قال لنا اكبر دوله في انتاج القمح في العالم الصين وسابها كده يبقى الاجابه صحيحه. انما لو قال لنا اكبر دوله في العالم في انتاج الارز الارز خارج اسيا الصين تبقى غلط، لان اكبر دوله انتاجا للارز خارج اسيا هي البرازيل. ننتقل للمحصول الثالث وهو الذره. الذره محصول غذائي مهم جدا، طبعا بيستخدم كغذاء للحيوان في بعض الدول وكغذاء للانسان في الدول الفقيره. بلغ إنتاج العالم في عام 2012 870 مليون طن، وتتصدر قارة أمريكا الشمالية. دي يمكن صورة بتوضح لنا إنتاج الذرة أو محصول الذرة أثناء زراعته. قارة أمريكا الشمالية تتصدر قارات العالم في إنتاج الذرة، وأهم دولها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا احنا هنا مش هنقول الأرقام، أو لو قلنا الأرقام هنقولها بس للاستدلال. يعني أمريكا الشمالية بتنتج 312 مليون طن من الأرز من الذرة سنة 2012، وتليها قارة آسيا. قارة آسيا بتنتج 289 مليون طن سنة 2012 من الذرة. وهنا يا دكتورة في سؤال مهم جدا لازم نقوله، رغم أن أمريكا الشمالية بتنتج معظم إنتاج العالم من الذرة، ألا أنها لا تشارك في التجارة الدولية للذرة؟ تستخدمه كعلف للحيوانات. يعني هي أمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية اللي بتتصدر هذا الإنتاج، بتستخدموش زينا كده هي بتستخدمه كعلف للحيوانات. هي بتستخدمه علشان عندها مزارع علمية، وده اللي نتكلم عنه الدرس الجاي إن شاء الله في تربية الحيوانات. هم بيستخدموا الذرة كعلف للحيوانات، فبالتالي ما بتصدروش للخارج.
كده خلصنا أعزائي الطلاب الحبوب الغذائية، وعرفنا القمح، وعرفنا إن أكبر قارة في إنتاج القمح هي قارة آسيا، وأكبر دولتين الصين والهند في إنتاج القمح. أما الأرز عرفنا إن قارة آسيا برضو هي القارة الأولى في إنتاج الأرز، بتنتج 90% من الإنتاج العالمي، وأكبر دولتين في الأرز برضو الصين والهند. أما الذرة فعرفنا أن أمريكا الشمالية هي أكبر قارة في إنتاج الذرة، وعرفنا أن أكبر دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الثانية في إنتاج الذرة هي قارة آسيا. وهنا يا دكتورة في نقطة مهمة جدا عاوزين ننبه عليها، نقطة الأرقام. الأرقام للاستدلال فقط، ملاقيش حد حافظ لي الإنتاج العالمي لكل قارة. لو سمحتوا احفظوا ترتيب القارات. طيب. مش عايزين أرقام، احنا مش عايزين كحافظة. طب ناخد يا دكتورة سارة من سوهاج ونكمل النقطة دي. يا سارة. ألو؟ 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 ازيك يا سارة؟ الحمد لله. عملت إيه في امتحان الدراسات في نص السنة؟ امتحان سوهاج؟ الحمد لله 2020. مبروك. برافو عليكي، طبعًا الفضل لبرنامج مدرسة على الهواء الدكتورة إيليا طبعًا بذلت معاكم مجهود. لا الفضل لمجهودهم يا أستاذ محمود، هم اللي تعبوا. سارة معاكي أسئلة يا سارة؟ لا انا عايزه اسال. عايزه تسالي. طيب معاك الدكتور الاريا. طيب ساره، لو جينا قارنا بين الزراعه البدائيه والزراعه الكثيفه من حيث اماكن الانتشار، هنلاقي دي فين ودي فين؟ الزراعه البسيطه هنلاقوها على هوامش الغابات الاستوائيه وبعض مناطق حشاء السافانا. تمام. والبدائيه والكثيفه؟ الكثيفه في المزارع الواسعه. مزارع واسعة ولا مناطق معتدلة؟ مناطق معتدلة. ايوه كده ركزي. ماشي يا سارة، ميرسي شرفتينا. شكرا لك يا سارة. هنكمل الحبوب او المحاصيل الغذائية، وكنا خلصنا الحبوب، ننتقل الى محاصيل انتاج في السكر. سطر كده الولاد بينسوه، في محاصيل تانية بتتزرع زي السمسم وزي الفول السوداني وزي الشعير. تمام. دي برضو من ضمن الحبوب الغذائية. الحبوب الغذائية. يمكن السمسم والفول السوداني من محاصيل انتاج الزيت. تمام. تمام. طيب هناخد المحاصيل السكرية، وعندنا اتنين مهمين جدا من محاصيل انتاج السكر، وهي قصب السكر والبنجر. طبعا في عام 2012 بلغ الانتاج العالمي من السكر 106 مليون طن، 65 مليون طن من قصب السكر، و35 مليون طن من البنجر، و6 مليون طن من محاصيل أخرى. عندنا هنبدأ بقصب السكر. قصب السكر طبعا محصول مداري لا تجود زراعته في أوروبا، وده موضوع سؤال لينا طبعا. وده بقى نربط الولاد بالترم الأولاني عشان ما يقولوش الكلام اللي حصل في الترم الأول انتهى. احنا عندنا المحصول ده زي ما حضرتك قلت كده محصول مداري، يعني يزرع في المناطق المدارية والحارة. طب هي أوروبا دي قارة مدارية أو حارة؟ دي قارة معتدلة باردة. يبقى لا تجود زراعة قصب السكر في قارة أوروبا بسبب أنها تقع في المنطقة المعتدلة الباردة، وقصب السكر محتاج تربة طينية خصبة ومية كتيرة ودرجة حرارة مرتفعة، وده مش متوفر هناك. طيب هناخد جنة من القاهرة. ألو جنة. أيوة. أخبارك إيه يا جنة؟ الحمد لله. درجتك في الترم الأولاني كام يا جنة؟ ناقصة نص درجة بس. ناقصة نص درجة واحدة؟ راحت فين يا جنة؟ راحت في السلالة صح؟ لا ما راحتش في السلالة، راحت في الصح وغلط في في السبب. نهارك أبيض، نص دي مش هسمح بيها الترم التاني. ماشي إن شاء الله. إن شاء الله. عندك أسئلة يا جنة؟ لا عايزة أسأل. عايزه تسالي. طيب يا دكتوره جنى معاكي، عايزك تساليها بقى سؤال جامد قوي بقى كده. جنى. ايوه. مركزه معايا؟ ايوه. احنا عايشين فين؟ عايشين في مصر. حلو، يعني الزراعه اللي عندنا زراعه ايه؟ كثيفه. حلو، لو احنا انت رحتي الولايات المتحده الامريكيه هتلاقي ايه من الزراعه؟ الزراعه اللي هي تجاريه. حلو، تحبي تعيشي في مين فيهم وليه؟ عايزه اعيش في اللي هي تجاريه، لان هناك بيعمل ها بالراحه انتاج الانتاج بتاعهم كبير. تمام. والناس اللي بتشتغل هناك قوة العاملة بتبقى قليلة، وما بيحتاجوش تكاليف لل ها بتزيد تكاليف الزراعة صح؟ ايوه. طب تحبي ننقل بقى الكلام ده في مصر عشان نبقى دولة متقدمة؟ يعني ممكن يجيلك سؤال في الامتحان ويقولك ما مقترحاتك لتحويل مصر من الزراعة الكثيفة لزراعة تجارية علمية واسعة صح؟ صح. اللي انت قلتيه هناك ده نقليه في مصر. يه. اتفقنا؟ يه. ماشي.
شكرا لك يا جنة، وفي انتظار تليفوناتكم على الرقم اللي بيظهر لكم على الشاشة، وأي حد عنده أي سؤال أعزائي الطلاب طبعا هيلاقي إجابته في مدرسة على الهواء. ننتقل إلى المحاصيل السكرية، وهناخد أول حاجة قصب السكر. وزي ما قالت لكم الدكتورة أن قصب السكر لا تجود زراعته في أوروبا لأنه محصول مداري، وأوروبا تقع في المنطقة المعتدلة الدفيئة والباردة، ولا تجود زراعته لأنه يحتاج إلى درجة حرارة عالية. الدولة الأولى في إنتاج القصب دكتورة دولة البرازيل. البرازيل، واحنا مغمضين عينينا كده ليه؟ لانها واقعة في منطقة كبيرة جدا. البرازيل من اكبر دول قارة امريكا الجنوبية، كمان هلاقي المساحة اللي فيها من مناطق حارة كبيرة جدا، فعشان كده بتحتل المركز الاول. عندنا الصورة بتوضح لنا اهي زراعة قصب السكر، ده شكل القصب يا اولاد وهو في التربة في الحقول بتاعته طبعا، ويزرع مكتوب قدامنا طبعا زي ما هو على الشاشة، ويزرع في المناطق المدارية الحارة، يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة ومياه وفيرة، ويزرع في معظم القارات ما عدا أوروبا لانخفاض الحرارة. دي المناطق الرئيسية أو الدول الرئيسية لإنتاج قصب السكر عام 2012، وتأتي دولة البرازيل في مقدمة هذه الدول بإنتاج 721 مليون طن سنة 2012، وبعدها الهند مباشرة بإنتاج بلغ 348 مليون طن. يبقى البرازيل والهند. طبعا ينتج قصب السكر في مصر، مصر انتجت حوالي 17 مليون طن سكر سنه 2012. طبعا وهنا بنقول لكل الطلاب يا دكتوره ممنوع استخدام الكتب الخارجيه بصفه عامه، نستخدم كتاب المدرسه بتاع السنه دي بالذات، حتى كتاب المدرسه بتاع السنه اللي فاتت ما نستخدموش لان الاحصائيات اتغيرت، وطبعا الدول نفسها اتغيرت من حيث الترتيب. طيب معانا غاده من اسيوط. الو الو، ازيك يا غاده؟ انا ندى. ندى، ازيك يا ندى؟ الحمد لله. درجتك كام في الدراسات يا ندى في الترم الاول؟ 20 من 20. الحمد برافو لله. برافو عليكي. اتكرمتي النهارده يا ندى صح؟ ايه؟ اتكرمتي النهارده؟ لا ما كانش في تكريم. ليه؟ لا الدكتوره لسه قايله اسمك. ايه؟ قلنا اسمك يا ندى. ندى عادل؟ ندى كمال السعداوي؟ لا مش انا، يبقى ندى تانيه. برضو بنكرمك يا ندى، بنقول لك برضو الف مبروك لان درجتك طبعا جميله جدا الدرجه النهائيه. عندك اسئله يا ندى ولا عاوزه تسالي؟ لا هو بصراحه انا ما عنديش اسئله، ولسه النهارده اول يوم ناخد دراسات في المدرسه. يعني عايزه تسالي ولا عاوزه ايه بالظبط؟ سؤال ولا تسالي؟ ها؟ انا كنت متصله بس عشان اسلم على حضرتك وعلى ميس ايلاني. ربنا يخليك يا ندى، نورتينا يا ندى. عايزينك دايما يا ندى تتصلي ودايما تسالينا في برنامج مدرسه على الهواء وتجيب الاسئله الجميله. طيب نرجع يا دكتوره تاني للدول الرئيسيه لانتاج القصب في العالم، زي ما هو واضح قدامنا دوله البرازيل والهند، دول الدولتان الرئيسيتان اللي فيهم اكبر انتاج. وينتج مصر كمان، في مصر ينتج قصب السكر. وهنا بقى وهنا في سؤال ممكن يجي للطلبه يا استاذ محمود. يعني هنا بقى حته مهارات تفكير و30%. هو هنا ممكن يجي يقول ايه؟ اولى دول قاره افريقيا في انتاج قصب السكر. الولد مش هيبص ولا غير على كلمه اولى وقصب السكر فيكتب البرازيل. فلا احنا هنا عايزين اولى دول قاره افريقيا. يعني الحته دي بتلخبط، واحنا بنشوف في التصحيح وانا بنصحح يا استاذ محمود السرعه ممكن تودي الولاد فين. فلو سمحتوا يا اولاد نقرا السؤال صح علشان نشوف هو طالب انهي دوله اللي احتلت المركز الاول في انهي قاره، ودي حاجه مهمه جدا ناخد بالها واحنا بنذاكر الوحده دي بالتحديد. معانا رحمه من الايوبيه. ايوه يا رحمه. الو الو، ازيك يا رحمه؟ الحمد لله. علي صوتك. درجتك يا رحمه في الترم الاولاني كام يا رحمه في الدراسات؟ نقص نص درجه. علي صوتك شويه معلش يا رحمه. نقص نص درجه. راحت فين يا رحمه؟ نص درجه. يلا مش مشكلة، مش مهم، بس المهم الترم التاني. عندك أسئلة يا رحمة في الدراسات؟ لا كنت عايزة أسلم على حضرتك أنت ومس إلاليا وأقول لكم شكرا علشان أنا جبت الدرجة دي بسبب حضرتك، وكنت عايزة أشارك. عايزة تسألي؟ أولا شكرا ليك يا وعلى ذوقك يا رحمة، وطبعا احنا تحت أمر كل طلاب مصر وبرنامج مدرسة على الهواء معمول مخصوص عشان طبعا الكل يستفيد. طيب يا دكتورة هي عاوزة تسألي. طيب ركزي معايا يا رحمة، أوكي؟ اختر من بين الأقواس الإجابة الصحيحة. كل القارات الآتية يزرع فيها قصب السكر ما عدا آسيا، أستراليا، أوروبا، أمريكا الجنوبية. أستراليا. تاني يا ندى، تاني يا رحمة. رحمة، قصب السكر يزرع في كل القارات الآتية ما عدا أوروبا. أوروبا. أيوة كده. معلش. عارفة دي لو نقصيها الترم التاني. ماشي. ماشي. شكرا لك يا رحمة.
نرجع لمحاصيل السكر، وهناخد المحصول الثاني لإنتاج السكر وهو البنجر، وهنشوف صورة البنجر قدامنا دلوقتي أثناء الزراعة. دي صورة بتوضح زراعة البنجر، واحنا عارفين إن البنجر من المحاصيل الأساسية لإنتاج السكر ويحتل المرتبة الثانية، حيث ساهم ب 35 مليون طن سكر عام 2012 من الإنتاج العالمي الإجمالي للسكر. البنجر يا دكتورة يمكن صورة تانية اهي توضح لينا البنجر، عشان في بعض الطلاب، انا بقول بعض مش كل، بعض الطلاب بيقول احنا مش عارفين شكل البنجر ده ايه، ما شافوش قبل كده. طبعا بتركز زراعته في دول اوروبا لملائمة المناخ والتربة. وهنا نقف يا دكتورة. البنجر بيزرع في اوروبا عكس قصب السكر. يعني اذا كان قصب السكر لا يزرع ولا يجود زراعته في اوروبا، فبنجر السكر هو المحصول الذي تجود زراعته في قارة أوروبا. وده طبعا لملائمة الظروف المناخية لزراعته. البنجر ده محتاج درجة حرارة معتدلة، ودي موجودة في قارة أوروبا. فعشان كده ممكن نلاقي البنجر بيحتل المركز الأول في قارة أوروبا، أول دولتين فرنسا وألمانيا، وبعدين بتاخد مركز أول زي ما قلنا قارة أوروبا. يبقى زي ما قالت لنا الدكتورة دلوقتي إن قارة أوروبا، وده الخريطة واضحة قدامكم، أوروبا هي أول قارة في إنتاج بنجر السكر، وتأتي فرنسا وألمانيا في مقدمة دول العالم إنتاجا للبنجر. كما يزرع البنجر أيضا في أمريكا الشمالية، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا زي ما احنا شايفين على الخريطة، يزرع في إفريقيا، في مصر وبلاد المغرب العربي، وكلها مناطق معتدلة. لو احنا مركزين، الولاد مركزين معانا، كلها مناطق معتدلة يا أستاذ محمود. يعني فيش مثلا، مش ممكن ألاقي مثلا عند حوض نهر الكونغو أو حوض نهر الأمازون. لا تجوز زراعته طبعا في المناطق المدارية الحارة. بالظبط. هناخد صناعة السكر أو إنتاج السكر في العالم. الهند هي أكبر دول العالم إنتاجا للسكر طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة عام 2012، ثم كوبا، ثم البرازيل. وعلشان كده احنا يمكن قبل الفاصل قلنا ما نستخدمش الكتب بتاعت السنة اللي فاتت، لان الاحصائيات وترتيب الدول وانتاجها اتغير خالص، لان الكتاب طبعا تم تطويره وتحديثه طبقا لاخر الاحصائيات اللي وردت للوزارة. هننتقل للدول الرئيسية المنتجة للسكر على الخريطة، اهي واضحة قدامنا. عندنا الهند اكبر دولة، ثم دولة كوبا، وكوبا دي طبعا دولة جزرية في امريكا الشمالية، ثم دولة البرازيل. محاصيل الألياف يا دكتورة أو المحاصيل النسيجية، هنا بقى عايزة أفسر للولاد الفرق بين التلاتة، علشان التعريفات هما التلاتة بينتجوا محاصيل منسوجات يعني بدوني غزل ونسيج، بس القطن عبارة عن خيوط. يعني تعريف القطن كده عبارة عن خيوط تستخدم في صناعة الغزل ونسيج. الكتان عبارة عن ألياف. الجطم عبارة عن منسوجات خشنة. التلاتة بيدوني غزل ونسيج، يعني التلاتة بيخشوا في صناعة المنسوجات، بس واحد خيوط اللي هو القطن، واحد الياف اللي هو الكتان، بعد كده الجدي منسوجات خشنه. وهنشوفهم بقى بالتفصيل كل واحد منهم بطلع منه ايه بخلاف هذا المنسوجات. يعني مثلا القطن هنلاقي بنطلع منه بذور القطن. الكتان هنلاقي منه بنطلع الزيت الحار بيخش في الدهانات. الجده المنسوجات الخشنه انا بقى استخدم منها في بعض الدول الفقيره. طيب هناخد اول حاجه القطن، وادي صوره للقطن اثناء زراعته. هنتكلم عن القطن يا دكتوره. الذهب الابيض. يعني القطن هو الذهب الابيض. القطن ده محصول زي ما قلنا كده عباره عن خيوط بيستخدم في صناعه الملابس، مصدر مهم جدا لاستخراج الزيوت. نسمع عن زيت بذره القطن والبواقي بتاعه القطن نفسها. يعني القطنه دي بتطلع من ورقه كده، من ورده كده، بقايا البذور بيستخدمها بعد العصر. استخدمها في بتدخل في الاعلاف علشان تغذيه الحيوانات. كمان ده شكل بذره القطن زي ما هي كده مشكورا وضحتها للولاد، عشان هم مش كتير ما يعرفوش شكل بذره القطن. كمان القطن ده من المحاصيل المهمه جدا في مصر والسودان. زي ما حضرتك شايف كده، مصر والسودان ده مناخها في الجنوب عندنا مداري، وفي السودان طبعا مداري حار، فهنلاقي ده محصول مداري يبقى يزرع في المناطق المداريه الحار. كمان زي ما حضرتك شايف كده خيوط القطن بيستخدم في الصناعه. أجود أنواع الخيوط اللي هي قطن طويل التيلة موجود في مصر والسودان. يعني من أجود الخيوط في العالم كله موجود عندنا في مصر والسودان. بينتج 26 مليون طن سنويا من القطن. القطن مش المحصول الوحيد لصناعة المنسوجات، في حاجات تانية عشان كده محدش يستقل الرقم. دي يا دكتورة خريطة بتوضح لنا أهم القارات المنتجة للقطن عام 2012. واضح من الخريطة أن قارة آسيا تحتل المركز الأول بإنتاج بلغ 17.8 مليون طن، تأتي بعدها مباشرة أمريكا الشمالية بإنتاج بلغ 3.8، ثم أمريكا الجنوبية 2 مليون طن، وأخيرا أفريقيا و
1.6 مليون طن. وطبعا في اسيا هنجد برضو الصين والهند اكبر دولتان ينتجان القطن، في امريكا الشماليه الولايات المتحده والمكسيك، في قاره امريكا الجنوبيه تحت المركز الثالث، المركز الرابع افريقيا، ونجد في افريقيا مصر والسودان. ويمكن هنا السؤال اللي حضرتك وضحتيه من شويه ان القطن في مصر والسودان له شهره عالميه. تمام، من ايام محمد علي. ليه؟ لانه نوع القطن طويل التيل، او كلمه طويل التيل يعني الفتله بتاعته ناعمه ناصعه البياض. يعني عشان بس الولاد مش عارفين يعني ايه قطن طويل التيل. كلمه قطن طويل التيل الفتله ناعمه جدا ناصعه البياض، عشان كده ليها شهره عاليه جدا عالميا. طب ننتقل للمحصول الثاني وهو الكتان، ومعانا صوره للكتان اثناء زراعته هنشوفها دلوقتي. دي صوره لمحصول الكتان اثناء الزراعه. الكتان زي ما حضرتك شايف كده. اتفضل. محصول طبعا منتج للالياف. بنستخدم بذور الكتان دكتوره، يمكن في شبه بين استخدام بذور الكتان وبين بذور القطن في الغذاء كعلف للحيوانات، يعني الاثنين بيشتركوا في ان انا باخد البقايا دي وبديها كغذاء وكعلف للحيوانات. تمام. دي صوره لبذور الكتان اهي، عشان برضو ناس كتيره طلبه كتيره ما يعرفوش شكل بذره الكتان. طبعا هذه البذور بتعصر ويستخرج منها الزيت الحار اللي احنا كلنا عارفينه وبنستخدمه في الغذاء او في صناعه دهانات الحوائط او البويات. 240 الف طن ده انتاج العالم من الكتان. ويمكن دي صوره بتوضح لنا مصنع للكتان. عندنا مصنع للكتان. عندنا مصانع للكتان في مصر في طنطا والمحله الكبرى. طيب هنا يا دكتوره دي اهم القارات والدول المنتجه للكتان في العالم. قاره اوروبا طبعا تحتل المركز الاول عالميا، فيها فرنسا اول دوله. كمان هنلاقي قاره اسيا بتاخد المركز الثاني، والصين هي اول دوله في اسيا بتنتج الكتان. عندنا في مصر مصنع زي ما قلنا كده، مصانع للكتان في المحله الكبرى وطنطا. وعندنا شهره عالميه في الموضوع ده، يعني احنا عندنا مصانع كبيره مشهوره بانتاج الكتان، نسمع عن المحله الكبرى وطنطا وكده. وطنطا ودي عمال بصراحه مهره في الموضوع. طب بالنسبه للدوله الاولى انتاجا للكتان في العالم هنلاقي فرنسا تحتل المركز. في الاحصائيه الجديده فرنسا. فرنسا عشان كده بنقول ما حدش يذاكر من الكتاب القديم، لان كانت الكتاب القديم مش هنقول ايه عشان ما نلخبطهمش. بس بلاش يا اولاد نذاكر من الكتاب القديم، لان الارقام اتغيرت وبالتالي ترتيب الدول اختلف. ننتقل الى المحصول الثالث وهو الجوت، اللي 90% من طلابنا ما يعرفوش الجوت بصراحه. يعني دايما يا دكتور احنا بنشرح الجوت يقول لك ايه الجوت ده، الاسم غريب خالص عشان مش رغم موجود في مصر. رغم انه بنشوفه يا دكتوره في الحياه. يعني احنا بنشوفه في الحياه اليوميه بتاعتنا الجوت اكتر من مره. يمكن ده يمكن صوره بتوضح لنا زراعه الجوت، شكل الجوت هو ايه اثناء هو زراعته في الارض. الجوت طبعا من المنسوجات الخشنه اللي بتستخدم في صناعه القماش، بس الخشن يعني عارفين كده، دايما اقول للولاد شبه الخيش، عارفين الخيش هو ده الجوت. هو فعلا الجوت الخيش. فطبعا بنشوفه مع البائعات اللي بتدينا الخضار كل يوم، اللي هو الجرجير والبقدونس، بنلاقيها مغطيه الجرجير والخضره بحاجه. مثال بسيط جدا فعلا. علشان واضح. دي المثال اللي الولاد ممكن يشوفوا منه محصول الجوت. يمكن احنا جايبين صوره يا دكتوره للجوت نفسه، لانه بيصنع منه طبعا المنسوجات الخشنه، بيصنع منه اللي احنا عارفين يعني يمكن اللي هو الحبال اللي بنربط بيها برضو. السلب، عارفين السلب السلبه اللي بنزق بيها العربيه دي. دي صوره برضو للجوت بعد التصنيع. زي ما انتم شايفين كده الخيطه خشنه وتقيله، ده يعني ضخمه. في مصر يوجد مصنع وحيد للجوت يا دكتوره في بلبيس في محافظه الشرقيه. طب ممكن يعني في سؤال انا شفته في امتحان من امتحانات الدكتور ممكن يجي يقول لك ما العلاقه بين الجوت ومحافظه الشرقيه؟ الاعتدال المناخ. المناخ والمصنع اللي فيه مصنع الجوت، المصنع اللي موجود هو الرابط اللي بيربط. أيوة ده تمام. يعني انا باخد المحصول بدخله المصنع بينتج لي الجوت. زي ما اقول لك مثلا العلاقه بين المطاط واطارات السيارات، زي ما احنا كمان شويه الاطارات يصنع منها. المطاط يصنع منه اطارات السيارات، زي بالظبط الجوت يصنع منه في مصانع موجوده في البيس والشرقيه. تمام. دي خريطه برضو بتوضح لنا اهم الدول المنتجه للجوت في العالم. 2012 عندنا الهند 55% من انتاج العالم، عندنا دوله بنجلاديش التي تقع داخل حدود دوله الهند فيها حوالي 42%. تمام. طبعا الباقي بقى متوزع على قارات العالم. اسيا دكتوره تعتبر هي المصدر الاساسي للجوت في العالم. بالظبط، عشان كده بنقول بتحتكر اسيا انتاج الجوت عالميا. تمام. يعني لما بنيجي حتى الاولاد نديه لهم كده سؤال مهارات تفكير ونقول له تحتكر اسيا انتاج الجوت، يقول لك يا نهار ابيض ايه تحتكر دي؟ تحتكر دي ما كانتش عندنا، تحتكر دي يعني هي عندها نسبه الاكبر من انتاج الجوت.
فهنلاقي 55 بلس 42 يعني عندنا حوالي حاجه 90%. طيب ننتقل للمحاصيل ذات الطبيعه الخاصه، ويمكن حضرتك عايزه توضحي كلمه ذات الطبيعه الخاصه، يعني ايه ذات الطبيعه الخاصه؟ يعني محتاجه ظروف مناخيه معينه تتزرع في ظلها. يعني مستحيل مثلا ازرع الشاي عندنا في مصر، مستحيل ازرع البن في مصر. ليه؟ لانه محتاج ظروف مناخيه معينه. يعني على سبيل المثال الشاي محتاج تربه خفيفه، مش طينيه ثقيله زي عندنا، محتاج هواء رطب اللي هو كل شويه بيمطر ده، وبرده ده مش عندنا. فعلشان ازرع المحاصيل دي زي البن والمطاط والشاي محتاجه مناطق تتميز بخصائص مناخيه وتربه تتميز بخصائص معينه، عشان كده سميناها ذات طبيعه خاصه. بالظبط. طيب هنبدا اول حاجه بالمطاط. يمكن دي صوره لشجره المطاط، واحنا عارفين طبعا ان المطاط تمام. دي طبعا هذه الاشجار توجد داخل الغابات الاستوائيه، لان المطاط بناخده من عصاره اشجار استوائيه، اما اشجار المطاط التي توجد داخل الغابه الاستوائيه. وشايفين طريقه جمع المطاط ازاي بيتم طبعا عمل تصفيق. شقوق في ساق الشجرة، ويتم استقبال العصارة اللي هي العصارة البيضاء الأوائل. دي طبعا بتعالج كيميائيا وتتحول إلى المطاط الطبيعي. طبعا زي ما هو مكتوب قدامنا المطاط عبارة عن عصارة أشجار استوائية، وعشان كده دايما السؤال ده بيجي برضو يا دكتورة، العلاقة بين المطاط والغابات الاستوائية. هو المطاط يستخرج من عصارة غابات أشجار في مناطق استوائية، فعشان كده دي العلاقة ما بينهم، ان انا بخرج المطاط او السائل ده من الاشجار الموجودة في الغابات الاستوائية. معانا الصورة دكتورة اهي هتيجي على الشاشة. عايزة قبل ما نروح لاماكن توزيعه نخلي الولاد شوية يفكروا هو انا ممكن الاقيه فين، يعني نخليهم بقى ينشطوا الذاكرة بتاعتهم. والمطاط انا ممكن الاقيه فين، يعني مين المناطق الاستوائيه؟ ارجع بقى للترم الاولاني. تمام، مناخ بالظبط، وموقع فلكي. فين خط الاستواء اللي هلاقي عليه المناطق الاستوائيه؟ هلاقي مثلا في افريقيا، هلاقي في اسيا، هلاقي في امريكا الجنوبيه. فاخدهم بقى مرتبط بالاقليم الاستوائي. بالظبط كده. فعشان كده بقى احنا بنهون على الاولاد ونقول لهم الترم ده مفيش حفظ. تمام. طبعا دي صوره المطاط اخيره احنا شفناها طبعا. طبعا الشاي برضو والبن اعزائي الطلاب من المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه. على مدى ساعه كامله استمتعنا بوجودنا طبعا معاكم، وبشكر كل الطلاب اللي شاركوا معنا عبر الهاتف، وبتقدم بالشكر للدكتور ايريا عاطف. شكرا لك يا دكتوره. شكرا. وان شاء الله في الحلقه القادمه نتناول موضوع جديد وماده الدراسات الاجتماعيه. حمى الله مصر وجعلها بلد الامن والامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.